التي قرأت في الركعتين الأولين تصف صفات المنافقين والعياذ بالله. المنافقون في كل زمان ومكان، لكن يختلفون ويتلونون على حسب يعني الجو، يتلونون على حسب الموجة. هذه صفات المنافقين، اسمع كلها في كتاب الله عز وجل، ينبئك عنها الخبير العليم والعليم الخبير. فمن صفاتهم الشح، من صفات المنافقين الشح والبخل. لو معايا هتصدق، لو معايا هتصدق، ولما ربنا يعطيه ما تصدقش. لو أنا كان عندي زي فلان هتصدق. طب عطيتك، ومنهم من عاهد الله، عهد ربنا سبحانه وتعالى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. طيب فلما آتاهم، فلما آتاهم من فضله باخلوا، باخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى الآيات. إذن من صفات المنافقين الشح والبخل، والمال مال الله ونحن عبيد عند الله سبحانه وتعالى. عندما تتصدق، عندما تنفق، أنت تنفق لنفسك ليس من أجل أحد. ذلك الشيطان يقول لك اللي عوز البيت يحرم على الجامع. البيت عايز عم الشيخ والزوجة عايزة، والهدية والعيدية والكعك والبسكويت والسنة. يقول لك سنة، سنة العيد. مش عارف عندك سنة عيد ولا لا؟ عندكم كعك وبسكويت زي المصريين؟ ما عندكمش؟ انت عندكم ايه؟ كسكس. عندكم الكسكس. طيب وممكن يتقتلوا والزوج والزوجة عندهم مشاكل بسبب الكعك. أنا فاكر سنة من السنين الزوج قتل زوجته بسبب الكعك، ما عندهمش. لازم نسمعنا فلانة وعلانة والكلام. طيب إذن الشح والبخل، إيه من صفات المنافقين؟ من صفات المنافقين أنهم يتكاسلون عن الصلاة. يسمع الأذان في التليفون، يسمع الأذان في الكمبيوتر، يسمع الأذان عنده في الساعة. ربنا أعطاه الصحة، أعطاه السيارة، أعطاه المال، وأعطاه الولد، وأعطاه البنت، أعطاه كل شيء. عندما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يتباطأ ويتكاسل. يجي رمضان المسجد مملوء، ما شاء الله بارك الله فيكم، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. طب وبعد العيد هنعمل إيه في صلاة العشاء؟ ما هو الوقت ما تغيرش. المساجد تشتكي إلى ربها بعد العيد، هذا هو الواقع. طيب المنافقون من صفاتهم كما قلت الكسل عن الصلاة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ده لو قاموا، لو قام يأتي المسجد عشان يقابل فلان، مش من أجل ربنا سبحانه وتعالى، عشان عنده ميتنج مع راجل، أقول لك طب قابلني في المسجد، لكن أصلا في نيته أنا رايح أقابل فلان، مش عايز يأتي عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن من صفات المنافقين عدم الذكر، ما يذكرش ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليك أنت كم مرة ذكرت ربنا سبحانه وتعالى؟ كم مرة استغفرت؟ كم مرة تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبك الكثيرة؟ من صفات المنافقين أنهم يتحاكمون إلى غير الله، يعني يتحاكم لإيه؟ الهوى، هو ده بس، يتحاكم إلى هواه. هوايا يرضى بهذا ده ممتاز، لكن يخالف الهوى يجيب لك 100 عذر، يقول لك إيه؟ الشيخ الفلاني بيقول كذا،
والمذهب انت اصبحت عالم، والمذهب الفلاني بيقول كذا، الشيخ فلان قال كده في المسألة دي، والمذهب الفلاني، وانت درست المذاهب كلها ما شاء الله عليك، في المسألة دي انت فقيه وعالم، لكن عند الحكم خصوصا في المسائل اللي احنا بنعيشها هنا، مسائل زي الربا، مسائل ديت جل الناس يقعون في هذا الأمر، وهو عارف كويس جدا ومتأكد لكن يقع فيه، ويأتي على الناس زمان لا يدرون، يكسبون المال لا يدرون من حل أو من حرام، مهم يكسبوا خلاص حلال حرام، المهم إن هو يحط في الأكاونت وخلاص، ومع ذلك بكرة يتحط في الحفرة. طب وإذا قيل لهم تعالوا اسمع إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قال الله قال الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا إله إلا الله. يا أختي البس الحجاب، لك والله أنا لسه مش متهيئة للحجاب. يا أختي استري نفسك، لك والله أصل عندي ملابس كثيرة جدا، وطبعا الملابس ديت يعني دفع فيها فلوس كثيرة جدا، طب كيف انا هوديها فين؟ البسها في البيت، مش لازم تلبسها بره، البسها في البيت لها مخرج يعني. طب يا بنتي البسي الحجاب، يقول لك والله لسه صغيره، لسه صغيره عم الشيخ، لما نكبر ونتجوز نجيب اولاد ها ونبقى من القواعد من النساء، البسي الحجاب. ليه بنقول لك البسي الحجاب؟ ليه؟ عشان ربنا اللي فرضوا عليك الحجاب زي ايه؟ زي الصلاه. الحجاب انت بتصوم وبتصلي، طب والحجاب وراح فين؟ وللاسف دي آفة خطيرة بعد النساء، هي اصلا ما بتلبسش حجاب، تيجي المسجد تلبس العبايه والحجاب وكويس، هذه ممتاز، لكن برا المسجد خلاص الحجاب ده برا جوه، بس مش برا جوه في البيت، عشان بعض الناس يفكروا يقول لك انا لازم نلبس الحجاب في البيت، لا، البيت انت براحتك خالص، ولزوجك وعشان زوجك ما يطلعش من البيت ويزعل منك ويبقى طول الليل برا، اكيد في خلل. انت لو انت عملت زي ام سلمة تتهيئي للزوج ومنظرك حلو كده ومنظرك ها في البيت، ليه الزوج هيخرج؟ مش هيخرج من البيت، عمره ما يخرج من البيت. ليه؟ ان عنده مغناطيس في البيت، عنده سحر في البيت. ها انت لو ما سحرتيش لزوجك في البيت، انا اقصد السحر الحلال، السحر الحلال والله، السحر الحلال، المكياج والميك اب والحاجات دي سحر حلال، الكلمه الطيبه والريحه الطيبه دي سحر حلال، سحريه اكذبيه للبيت ها، عشان كده بعد كده ما تبكيش، صح يا اخوان؟ مش تدخل البيت الاولاد وا 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 شم ريحه البصل والثوم والمطبخ، البيت عارف الزوج هياتي الساعه كذا متهيئه، يعني تكوني في احسن صوره، في احسن صوره واجمل صوره. الحديث له شجون، انا اقول من صفات المنافقين يردون ايه؟ حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبرج ده سنه والله سنه، الحجاب ده التبرج سنه، بس سنه ايه؟ ابليسيه، سنه ابليسيه. ليه؟ لان الشيطان يقول ايه؟ اسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم منين؟ من الجنه. ايه السبب؟ ينزع عنهما لباسهما، ليه؟ ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. بكرة نتكلم عن الرجال عشان زمان الناس زعلانين مننا ها؟ فإن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وفي آية تانية كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر ونلعب، قل أبالله آياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم
يعني بعض الناس بيستهزئوا بالشرع، يقول لك فلان لابس قفطان، يا عم انت لابس قفطان ليه؟ ها؟ وانت ليه لابس العباءة وليه لابس اللباس الشرعي ده؟ لا ما فيش حد يستهزئ، وبعض الناس يستهزئ باللحية برضه، ليه؟ هذه من شعائر الإسلام، هذه واجبات، ما حدش بيقول لك ليه انت مش ملتحي؟ انت حر، عايز تنفذ أمر ربنا أوامر النبي خير وبركة، مش عايز تنفذ خليك. خلينا على رأي أخونا عادل، قال خلينا يا صاحبي خليك. فأخواننا لازم نتحاكم لمين؟ لشرع الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.